الحديث عن شخصية زيد ابن علي ابن الحسين ابن الإمام علي ابن أبي طالب عليهم السلام. يعد زيد الشهيد عليه السلام أحد أبطال الحرب والكلام ومفسري القرآن الكريم، ولعل زيد تفرد بعدة قضايا من رجالات أهل البيت عليهم السلام، لعل أهم هذه القضايا فوزه بلقبين كبيرين، إلا وهما أن زيد اللقب بحليف القرآن، واللقب الآخر له اسطوانة المسجد لكثرة عبادته. يعد زيد الشهيد أيضا من رجالات الحرب، إذ قام بثورة عارمة ضد الدولة الأموية وسلطانها وعلى هشام بن عبد الملك بن مروان، أثر عدة أسباب أدت لهذه الثورة المباركة. شكلت شخصية زيد حقيقة علامة فارقة في الموروث القرآني لأئمة أهل البيت عليهم السلام، من خلال أن زيد كان يشكل حلقة مهمة من حلقات السند الحديثي والروائي المتصل بالإمام الحسين عليه السلام وبالإمام علي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد سلام الله عليه ولده في رواية في السنة 75 للهجرة، وفي رواية في السنة 78 للهجرة وغيرها من الروايات. عندما أهدى المختار بن أبي عبيدة الثقفي جارية جيدة من جوارية يختارهن، وأهداها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، فوردت له زيدا. وراح يتفاءل الإمام بالقرآن الكريم لهذا المولود المبارك، وقد خرجت الآيات المباركة. أولا لما فتح القرآن سلام الله عليه خرجت الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طبق المصحف وفتحه ثانيا وخرجت الآية المباركة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا طبق المصحف وفتحه وخرجت الآية المباركة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفي هذا المضمار تذكر الروايات الواردة عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام في هذا المضمار الكثير من القضايا. وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله قبل ولادة أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، فإن في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وضع يده على كتف الحسين عليه السلام وقال: يا حسين، سيخرج من صلبك رجل يقال له زيد. رسول الله في يوم من الأيام قد دعا بزيد بن حارثة إلى مجلسه وقال: هذا هو شبيه زيد ولدي، وذكر وقال: سوف يقتل ويصلب ويحرق في الكناسة، يقصد كناسة بني أسد في شمال مدينة الكوفة الأثرية القديمة، والتي موقعها نحن هنا الآن في جنوب مدينة الحلة، ما بين النجف وما بين الحلة. كذلك هاي كلها إشارات من النبي صلى الله عليه وآله بحق زيد. كذلك التسمية المباركة لزيد سلام الله عليه فإنها جاءت من النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سماه زيدا قبل ولادة أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، وبكى لأجله وما يجري عليه. والقضية الثانية، عرف واشتهر زيد بلقب اسطوانة المسجد، بمعنى كثرة قيامه للصلاة وكثرة سجوده وعبادته، وقد عرف زيد بهذين اللقبين واشتهر دون أهل البيت عليهم السلام. عندما أرسل هشام بن عبد الملك الأموي على زيد الشهيد عليه السلام متقصدا إياه لغرض إذلاله في مجلسه لعدة مرات، لم تكن لمرة واحدة بل لعدة مرات حدثت هذه القضية، وفي المرة الأخيرة التي سجنه فيها 5 أشهر في السجن في دمشق
نال منه أمام المجلس، إلا أن زيد بن علي بن الحسين قد رد برد مؤذي على هشام، فصمم وهو في السجن على الخروج معلنا ثورته الكبيرة. تربى زيد وتعلم من أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام، ودرس في تلك المدرسة العملاقة مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، إلى أن أصبح زيد عالم من العلماء في شهادة الإمام المعصوم الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام إن عمي زيد كان عالما عارفا، وراح يفسر القرآن وله تفسير خاص يسمى بتفسير الغريب، وذلك لشدة التصاقه بوالده الإمام علي بن الحسين. ونجد أن الروايات والأحاديث المنقولة عن هذه الشخصية العظيمة تشكل حالة من الترابط المعرفي ما بين ما رواه زيد بن علي في من الروايات التفسيرية وما رواه الإمام الباقر. يعني نستطيع أن نقول أن الإمام الباقر قد أسس لمفهوم تفسير القرآن أو ما نسميه باليوم المدرسة القرآنية العلوية أو الشيعية، وزيد بن علي كان أحد أقطاب هذه المدرسة. حتى هذه الصحيفة السجادية زبور آل محمد فهي وصلت إلينا عن طريق زيد سلام الله عليه. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن زيد بن علي كانت كثير من المساند الحديثية والروائية ترجع لهذه الشخصية، هذا من جانب. من جانب آخر نرى أن روايات زيد القرآنية في تفسير القرآن وفي تبيان غريبه وتبيان معانيه لم تقتصر فقط على ما رواه الشيعة فقط، بل نجد كثير من أبناء المذاهب الأخرى وعلماء المسلمين قد نقلوا من زيد الكثير من الروايات والأحاديث، وهي موجودة. يعني عندنا اليوم مسند كبير جمع من يسمى بمسند زيد. هذا المسند لو قرأنا يعني جماعه المتأخرين، لو تفحصنا هذا المسند لوجدنا أن ثلثي هذا المسند كان من طريق إخواننا أهل السنة. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أن زيد شكل نوعا ما بالمدرسة المتحركة أو المتنقلة، فكان تنقل ما بين الكوفة والشام والمدينة، وكلما يحل بمكان كان يجد الطلبة ويجد الناس الذين يريدون أن يصغون عليه ويسمعون منه. كذلك أن الإمام الباقر عليه السلام وكذلك في زمن والده الإمام زين العابدين قد فسح له المجال وأعطاه الدعم، وحتى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة والده الإمام الباقر كان يجل زيد، وذلك احنا نجد بعض الروايات التي وصلت إلينا تريد الطعن في زيد أو أنه كان يريد الإمام لنفسه أو مزاحما للإمام الصادق، وهناك بعض الروايات أنه قد إن بعض أصحاب الإمام الصادق أو الباقر أرادوا أن يستفسروا من زيد أو يحاولون إحراجه أو يريدون أنه تبيان فساد رأيه في إمامة في ادعاء الإمامة. وهذه الروايات حسب ما يذكر
السيد الخوئي رضوان الله عليه في كتابه معجم رجال الحديث، وكذلك علماء الرجال قد قطعوا بفساد هذه الروايات. مسألة جدا مهمة هذه، يعني آراء زيد الفقهية وآراء زيد، ربما البعض يقولون أنه كان يقول بتفضيل الشيخين أو غير ذلك من الأمور، وهذه المسألة تنفيها الروايات، حتى أنه الرواية المشهورة التي قال حينما سأله عن رأيه بأبي بكر وعمر، فجاء قال ادعوا لي السائل وفي آخر رمق، والله ما قتل ما كان من أمري هذا ومقتلي هذا إلا بسبب ما كان من الشيخين وتعديهما على بيت النبوة. هذه مسألة جدا حساسة، تذكر المصادر، يعني إحنا مو ليست بغريبة عن الكتب، وحتى يذكرها الكليني، ويذكرها حتى ابن رجال الكشي أيضا في رواياته، وكذلك الكثير من كتب الرجال أيضا تذكر هذه المسألة. يعني عندنا تقريبا رجال السيد الخوئي، أو هو تقريبا جمع آراء الرجالين كلهم في حق زيد. أيضا نحن نلاحظ أن في زمن الإمام الباقر عليه السلام وزمن زيد، يعني مطلع القرن الثاني الهجري، نلاحظ بروز حالة غريبة في تفسير القرآن أو في منابع تفسير القرآن، وهي ظهور الإسرائيليات أو انتشار الإسرائيليات بين المسلمين. لذلك الأئمة عليهم السلام وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وقف موقفا متشنجا من هذا الأمر، فقال في وقته للخليفة عمر، قال أمتهوكون أنتم؟ حينما وجد بيده ورقة من التوراة أو من التلمود يقرأ فيها ورسول الله قد أحمرت وجنتاه وبان الغضب في عينيه، فقال الرواية المشهورة أمتهوكون أنتم؟ أما يكفيكم كتاب الله؟ فلذلك في زمن الإمام الباقر عليه السلام وزمن زيد وزمن ومطلع القرن الثاني الهجري، هذه الروايات للأسف الشديد وبدعم خفي أو وبسكوت وعدم مبالاة من قبل الجانب الأموي في انتشار هذه الأخبار، من قبل كعب الأحبار كان في وقته، وكانت أيضا من ما كان من بعض رواة اليمن الذين كانوا أيضا في أو الذين سمعوا من كعب الأحبار من أبو هريرة ومن سمرة بن جندب وغيرهم من الرواة. زيد والإمام الباقر كان لهم الدور الكبير في طرح ما سمعوه من الإمام علي عليه السلام ومن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال آبائهم عن هذا الأمر. فلذلك نجد الكثير من الروايات التي جمعت مؤخرا عن تفسير زيد القرآن كان يركز فيها على ما سمعه من أخبار الأمم السالفة من طريق أمتنا ومن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك كانت هذه جهود زيد وجهود الإمام الباقر عليه السلام أيضا بمثابة مصد لهذه الروايات من أن تتغلغل في الموروث الشيعي أو في الموروث المعتقدي أو أتباع آل البيت عليهم السلام. فزيد سلام الله عليه أيضا قام بثورة عظيمة بعد شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، وفي حياة الإمام الباقر عليه السلام،
والإمام الصادق عليه السلام، وتحت راية الإمامة. أما بالنسبة للثورة، هذه الثورة تختلف عن مضمونها من باقي الثورات العلوية، ما هي أول ثورة بعد مضي أكثر من 60 عام على ثورة الإمام الحسين يقوم بها شخص علوي. يعني الإمام الحسين استشهد سنة 61، مطلع سنة 61، يعني في شهر محرم، 10 من محرم سنة 61 يعني. وزيد استشهد في الأول من صفر حسب ما تشير أغلب الروايات أيضا في سنة 121، يعني قرابة بعد 60 عام يقوم شخص علوي بالثورة. فزيد سلام الله عليه قام بثورة، ودوافع الثورة معروفة، أنه ثورة زيد سلام الله عليه كانت ضد بني أمية، والطاغية والحاكم آنذاك هو هشام ابن عبد الملك. النزاع الشديد الحاصل بين أهل البيت عليهم السلام وبين الدولة الأموية، والتي سببت أنه استشهاد الكثير من أصحاب رسول الله وأصحاب الإمام علي والإمام الحسن، ومن ثم شهادة الإمام الحسين في واقعة كربلاء عام 61 للهجرة، وعقبتها واقعة الحرة عام 63 للهجرة. السبب الأول مروق الأمويين عن الدين، يبينون للناس شيء ويطبقون شيء، هذا من جانب. من جانب آخر أن الأمويين أخذوا يضايقون أصحاب العلويين، لذلك أخذ زيد على نفسه، زيد بن علي بن الحسين عليه السلام على نفسه القيام بالثورة، وخصوصا بعد ما استدعاه هشام إلى الشام إلى دمشق لغرض التنكيل به والنكاية به، وقد حبسه في الشام 5 أشهر، وفي السجن تذكر الروايات الشريفة المعتبرة عن الطبري واليعقوبي وغيرهم أن زيد عليه السلام أخذ يفسر سورة الحمد والبقرة 5 أشهر في السجن، حتى أن البعض الصحابة ذهلوا لتصنيفات زيد وتفاسيره، وخصوصا قد أخذ علمه عن أبيه الإمام زين العابدين الإمام السجاد عليه السلام، وأخوه الباقر والصادق عليه السلام أيضا. السبب الثاني لكي يثأر لجده الإمام الحسين عليه السلام، وغيرها من الأسباب الكثيرة، أسباب كثيرة جعلت زيد سلام الله عليه أن يقوم بثورة. وأيضا أن الكوفيين كانوا كثير ما يرسلون إلى زيد بأن يعجل بالثورة، وأيضا هنالك دور خفي للخط العباسي في استعجال الثورة لزيد، يعني يعتبرون أن يعني وكذلك إبراهيم الإمام. إبراهيم الإمام وجد في ثورة زيد نوع من الثمار التي تقطف للثورة العباسية المستقبلية، لذلك نلاحظ أن العباسيين لم يشتركوا لا في، يعني لا نجد عباسي واحد اشترك في ثورة الإمام الحسين، ولا نجد عباسي واحد ناصر المختار وناصر الثورات العلوية التي نادت بالثأر من قتلة الإمام الحسين، ولم يناصر أحد منهم مطلقا ثورة زيد. يعني عندنا احنا حتى أنه أوصى أتباعه بعدم نعم الدعوة إلى الثورة والتبليغ للثورة ومناصرة الثورة، ولكن عدم الوقوف فيها والظهور أمام الأعداء أو أمام بني أمية، وذلك خشية الماذا؟ أنهم أرادوا أن يقدموا زيدا قربانا لمشروعهم حتى يقطفوا ثمار هذه الثورة. وفعلا أذكر جانب آخر أيضا، أن عندما عند القيام بالثورة في الكوفة أرسل خالد بن عبد الله القصري الوالي السابق للكوفة على زيد الشهيد، وبحجة أنه مودع لديه أموال، فرد زيد عليه على الوالي خالد وقال: أنت تسب آبائي وأجدادي كل يوم على المنبر، فكيف تودعني أموال؟ فجعل هشام يخلع خالد من الولاية مات الكوفة، ثم أرسل بدله يوسف بن محمد وهو مشهور بلقب الأحمق لكثرة حماقته وارتكابه حماقات متعددة أثناء ولايته للكوفة، ثم جعل هذا الأحمق قبض على خالد بحجة تبذير الأموال وأنه مودع أموال عند زيد الشهيد، فأرسل يوسف بن محمد بطلب من هشام بن عبد الملك على
زيد الشهيد من المدينة المنورة وجلبوه إلى الشام بحجة أنه لديه أموال مودعة ويجب أن يسددها إلى الخليفة الأموي. أنذاك في ذلك الوقت قام زيد بنكر هذه القضية وقال ليس لدي أموال. وعندما أخرج خالد بن عبد الله القصري من السجن أيضا أنكر هذه القضية، وخصوصا أنه هو وابن عمه أحد أبناء الإمام الحسن، أعتقد جعفر بن الحسن بن الحسن المثنى عليه السلام، أنكر هذه القضية لدي أموال وتم إطلاق سراحا. أوامر هشام بن عبد الملك الأموي كانت بإخراج زيد من الكوفة فورا حين الانتهاء من التحقيق معه، وإذا فعلا اعترف أنه أو ثبت لديه أموال يرمى في السجن، إلا أنه لم يثبت شيء وسفر من فوره. وقد سأل يوسف بن محمد الوالي عن سبب تسفيره، قالوا أنه حلو اللسان جميل البيان يستطيع أن يقنع الذي أمامه مهما كان على بساطته. وفعلا كان مشروع الدولة مشروع العباسيين أنهم قد وظفوا ثورة زيد توظيفا مستقبليا في أن جعلوا من دماء زيد وسيلة لثورتهم ولإعلانها في المشرق الإسلامي، وكذلك كانوا يلوحون بثارات الإمام الحسين وبثارات زيد الذي قتل على يد بني أمية وعلى يد خالد بن يزيد القصري. ورغم بعد خروجه، رغم أنه يعني هشام قد صمم على قتل زيد، إلا أنه الوصايات التي من هنا وهنا أدت بخروج زيد من السجن بضمانات، وبعد خروجه اتجه إلى المدينة وهو مصمم على الثورة. بعدها بمدة عدة أشهر بدأت الأطراف الشيعة في الكوفة والبصرة والمدائن وغيرها من مناطق العالم الإسلامي بالكتابة إلى زيد الشهيد عليه السلام. هذه الثورة كانت لديها انعكاسات على مجمل التاريخ الشيعي المستقبلي. كيف؟ هذه الثورة ربما أعطت مؤشرات إلى الأئمة عليهم السلام بضرورة التزام التقية في مسلك الحياة. لماذا؟ زيد قد يعني عانى من مسألة خطيرة وهي نكوص أصحابه، أو كما نعم هو ربما كانت لديه أتباع ولكن ليس الأشخاص الذين كان بالكثرة وبالعدد وبالكمية التي أرادها زيد بن علي في هذه المسألة. يعني الأخبار تشير إلى أنه قد خرج معه ما يربع على 500 نفر، نعم ربما أكثر من أصحاب الإمام الحسين. فبعدها بدأ زيد بالعدة لهذه الثورة المباركة. طبعا الأئمة عليهم السلام الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام قد أيدوا بشكل مباشر وغير مباشر هذه الثورة خوفا من جواسيس الدولة الأموية، أيدوها بطرق متعددة أو يعني عن طريق أم الدعاء أو ذكر آيات قرآنية لدى السائل، ومضمون هذه الإجابات يدل على الموافقة على الثورة المباركة لزيد الشهيد عليه السلام. وكان مكان الثورة هو في الكوفة، وازداد المبايعون لزيد سلام الله عليه، وراح زيد سلام الله عليه بهذه الثورة وكاد أن يقضي على حكم بني أمية لولا أن تخاذل عنه الناس. نعم، بعد هذه القضية أوصل إلى منطقة العذيب
وانسحب من كان من جماعة الوالي مع هشام مع زيد الشهيد عليه السلام، انسحبوا ورجعوا للكوفة. لبث في العذيب بضع ساعات ثم غفر راجعا إلى الكوفة ولم يذهب إلى المدينة، وكانت هذه هي اللحظة الأولى لبدء التجميع للثورة المباركة لزيد الشهيد عليه السلام. وأخذ يكتب، طبعا جلس في محلات الأز وجلس في محلات بني عبس أيضا، ولم يكن يعني لم يكن يتمركز في مكان واحد، بل بسبب عيون وجواسيس الدولة الأموية كان يتنقل، وكثير التنقل دائما من مكان إلى آخر. بعد هذه الحادثة بعدة بحوالي شهر اتفق جميع الموالين مع زيد الشهيد على الخروج بالثورة عام 121 للهجرة في الليلة الأولى من صفر، إلا أنه الجواسيس استطاعوا عن طريق بعض القيادات التي هي لم يكن ولاءها مخلص للثورة كشف موعد انطلاق الثورة. لذلك اضطر زيد عليه السلام أن يقدمها بحدود شهر ونصف تقريبا، فخرجت الثورة مبكرا. وقد فهم الوالي يوسف بن محمد والي هشام على الكوفة بموعد الثورة، فحبس الناس 3 أيام في المسجد، وكان المفروض انطلاق الثورة من جنوب الكوفة، إلا أن زيدا عليه السلام كان في شمالها قرب الحيرة، وأخذت المعارك تنجر على أزقة الكوفة من مكان إلى مكان، لحين ما صار التجمع إلى جنوب الكوفة إلى المنطقة الحالية اللي هي كانت المعركة النهائية تقريبا قرب أحد الأنهار والروافد. حصل قتال شديد لمدة يومين بين الجيش الأموي وبين جيش من تبقى مع زيد بن علي بن حسين عليه السلام، وكانت أحد أسباب الفرقة بين جيش زيد وتشظيه هي عدة عوامل. وجال بهم جولة وحصل على نصر، ولكن لم يكن ذلك النصر الذي استراتيجي بحيث يستطيع من خلاله أن يتقدم. يعني ربما المختار الثقفي حصل على أتباع وأنصار أكثر ما حصل على زيد. السبب في ذلك أن التسرع الذي كان من زيد، يعني الإمام الباقر الصادق عليه السلام نعم هو أباح الثورة، ولكن لم يبح لزيد هذا الوقت المناسب. يعني هو أراد الثورة لكن أصبحت ضرورة، يعني حينما كانت هنالك الموقف الذي كان مع هشام بن عبد الملك في دمشق، وحالة الامتهان للكرامة التي مارسها هشام على زيد بأن جعله أسبوعا كاملا يقف على بابه بدون أن يأذن له، هذه الإذلال وهذا النوع من الامتهان للكرامة دفع زيد بأن يقوم بالثورة ضد هشام بن عبد الملك. يعني كما صنعوا بجده الحسين عليه السلام وتخاذل القوم عن جده الحسين عليه السلام، كذلك هو يقول قد صنعتوها حسينية، يعني أنتم من قبل قد خنتوا بجدي الحسين عليه السلام واليوم تتكرر هذه الخيانة معي. وهكذا لم يترك الجهاد وساحة الجهاد والمعركة، بل إنه قام بتلك المعركة وبدأت المعركة. أولا الأساليب التكتيكية التي اتبعتها الدولة الأموية في تفريق جند زيد، وثانيا قامت جواسيس الدولة الأموية لغرض تفتيت أو تقليل من حجم جيش زيد الشهيد عليه السلام، بعثوا بعض الجواسيس منهم لسؤال زيد أمام الملأ أمام الجيش، ما هو موقفك من الخليفة الأول والثاني؟ أن قال زيد عليه السلام أنهم غاصبين للخلافة انفرط جزء من عقد الجيش، وإن قال أنهم على صواب فقد يعني تكلم بكلام خلاف كلام الأئمة سلام الله عليهم. فما كان من زيد إلا أن يجاوب بجواب تورية بهدف بقاء لحمة الجيش على ما هو عليه، وبالفعل فقد أجابهم أنهم لهم شأنهم في ذاك الوقت ولنا شأننا في هذا الوقت، نحن الآن نقاتل أناس خارجين عن الدين وهم قادة الدولة الأموية الظالمين بهدف إرجاع الحق إلى أهله والقضاء على الفساد، وما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بعد هذا الجواب بقى الجيش على ما قال عليه، ولكن أخذت جواسيس الدول الأموية يضعفون ويقللون من أثر تجمع الأعداد الكبيرة. نحن نعلم أنه مقاتل واحد من جيش زيد وهو يتمتع بمعنويات عالية ربما يعادل أكثر من 10 مقاتلين من الجيش الأموي اللي هو جاي لهدف المصالح فقط وليس لأجل يعني أنه عقيدة. إلى أن مع ذلك العدد القليل معه إلى أن أصيب بسهم في جبينه. كان جيش زيد يفعل ذلك لأجل عقيدة إسلامية حقا. بعد معارك عنيفة بين الطرفين جاء سهم في جبهة زيد عليه السلام في جبهته المباركة وقد أثر يعني فيه تأثيرا كبيرا وكان سهم المنية. فجاء ابنه يحيى عليه السلام وقلع السهم من رأسه أو عن طريق طبيب قلع السهم رأسي مما أدى إلى وفاته فورا واستشهد عليه السلام. فجاءوا له بحكيم بعد أن نقلوه إلى دار من دور الموالين، جاءوا له بحكيم يعني طبيب فقال له إن أخرجت هذا السهم ستفارق روحك بدنك. قال الموت أهو لي مما أنا فيه. لذلك يقول الراوي بمجرد أن انتزع السهم فاضت الروح الطاهرة لزيد سلام الله عليه. واختلف الصحابة أو قادة جيش زيد في كيفية دفنه وكيفية مواراته، وخصوصا هم يعلمون أنه الثورة يعني ستنتهي إلى يعني ستنتهي إلى الفشل بسبب قتل القائد مالته وهو زيد عليه السلام. إلى أين يذهبون بالجسد المبارك؟ صار حديث وصار الأمر بينهم، بعضهم قال نثقله بالدروع ونرميه في الماء، والبعض الآخر قال نحتز رأسه ونتركه بين القتلى، وهكذا إلى أن صاروا على رأي أن يحملون الجسد المبارك، وكان ساقية في هذا المكان اللي هو الآن مكان مزارة ساقية، فاتفقوا على أن يقطعون هذه الساقية من الجانبين ويحفرون قبر داخل الماء ويدفنون الجسد المبارك داخل هذه الساقية. ففعلوا ذلك، قطعوا الماء من جهتين وحفروا قبر لزيد سلام الله عليه داخل الساقية ودفنوا الجسد المبارك وأجروا عليه الماء. كان حاضر غلام لأحد القادة وهو كان جاسوس عليهم في الحقيقة، وأرجعوا الساقية أرجعوا عليها الماء ولا أحد يعلم، وجرى الماء كما هو المعتاد. إلى أن بعد ذلك وصل الخبر إلى والي الكوفة آنذاك وأخذ يبحث عن الجسد المبارك، وبطرق كثيرة إلى أن وصلوا إلى الجسد المبارك واستخرجوا الجسد المبارك. لما استخرجوا الجسد المبارك جاءوا به إلى قصر الإمارة في الكوفة وقطعوا الرأس المبارك وبعثوا بالرأس إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة. يقول وضعوا الرأس عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، وهاي يعني حتى يا بني هاشم هذا بطلكم، إنه اللي خرج بثورة هذا كان مصيره. بعد ذلك إنه ذهبوا بالرأس إلى مصر، يعني كأنما خاروا فيه الأمصار. استخرج من قبر يعني من القبر وصلب على باب الكناسة كما ذكرت الروايات، وبقي مدة 4 سنوات حتى نزلت على أرجله معدته على أرجله وتفسخت جسده. البراهين التي ظهرت لزيد سلام الله عليه أثناء الصلب، ما هذه البراهين؟ يقول يضعونه على غير اتجاه القبلة يجدونه على اتجاه القبلة. بعد كانت العنكبوت تأتي وتغطي العورتين فكان يزيلون ذلك بالرماح، فكان كل ذلك هاي كلها البراهين. بعد يقول كان ينزل بقية الجسد ويغطي العورتين. بعد ما نظر إليه أحد بشماته إلا وأصيب بالعمى. هذه المثلة يعني جسد
يصلب ويبقى هذه المدة الطويلة، يعني إكرام الميت دفنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمثلوا حتى ولو بالكلب العقور. هذه شكلت حالة استفزاز، يعني الناس حينما يذهبون إلى سوقهم وإلى الكناسة، هي السوق يعني يمرون عليها الناس كل يوم. يعني الكناسة بالضبط الآن ميث، يعني قرب ميثم التمار، ميث ما بين ميثم ومرقد موسى بن عقيل، هذه الكناسة هي هذه المنطقة. يعني هناك صلب زيد، والمكان الذي هو الآن قبره، المكان القبر الأساس الذي نبش يعني دفن فيه واستخرج منه، يعني لا يوجد جسد لزيد يعني كما هو معروف يعني باق. فهذا الأمر الذي بقي 4 سنوات يشاهده أهل الكوفة المحب والمبغض، ولد حالة اشمئزاز وحالة نفرة وحالة نوع من الدافعية لدى الناس في أن تصيح بوجه هذا الظلم. وهكذا بعد هال4 سنين إلى أن قام ولده يحيى بثورة، جاء أنه الأمر أن انزلوا جسد زيد وحرقوه واجمعوه في القوارير وذروه في الفرات. وبعد ذلك أبرق إلى الوليد بن يزيد فقال احرقوه وذروا رماده في نهر الفرات ليشربه أتباعه في الكوفة. وفعلا يقول جاءوا بالجسد المبارك وحرقوا الجسد المبارك وجمعوه في القوارير وذروه في الفرات. ولزيد أيضا 5 أبناء أيضا، قد ذكر التاريخ منهم، طبعا لزيد عدة أبناء، وذكر التاريخ 5 أسماء منهم محمد والحسين ذو الدمعة وعيسى ويحيى والقاسم أيضا، وهناك أسماء أخرى لأبناء زيد، ولكن كان أشهرهم هؤلاء. ومن استمر على منوال زيد هو ابنه الصغير يحيى. ثورة يحيى التي حصلت بعد وفاة والده، يعني سنة 126 أو يعني بعد وفاة هشام، قام بثورة أيضا. يعني الصحيفة عرضت على إمام الصادق في مطلع الصحيفة السجادة، هنالك رواية جدا مهمة في مسند في سند الصحيفة وما قاله وما وصلت من زيد من يعني من عباداء من صحيفة والده الإمام زين العابدين، وما تطابقت النسخة زيد مع نسخة الإمام الصادق. فيحيى قال هم للعلم ونحن للجهاد، يعني كلمة كانت ليست مناسبة من يحيى، وقال إنه سيقتل بدار مضيعة أو وفعلا يعني جرى ما جرى عليه. وكذلك ما كان من أخيه عيسى الذي ربما كان قد وصل به الأمر إلى أن يهدد الإمام الصادق بالسلاح في أيام ثورة محمد الزكية. أما الحسين الأخ الأصغر كان عمره الصغير قد تبناه الإمام، وكان هو من أصحاب الإمام ومن رواته ومن على خطه، ويسمى بالحسين ذي الدمعة. فلذلك بمجرد أن ضعفت الدولة الأموية وبدأت شقاق ما بين أبنائها الأمراء، لذلك كانت الكوفة هي أحد المدن أو المدن الرئيسية التي أمدت الجيش الخراساني بأتباعها وبجيشها في معركة الزابة التي كانت مع مروان الحمار أو مروان بن محمد، آخر الأمويين وآخر سلالة الأمويين. فهذه المسألة كانت هي أحد الأسباب المباشرة في قضية سقوط الدولة الأموية، حالة المثلة لزيد. هذه الشخصية المباركة من أهل البيت، هذه الشخصية العلمية، هذه الشخصية شخصية الجهاد، هذه الشخصية اللي إنه سار على نهج أجداده، مو هذا زيد سلام الله عليه، هذا صاحب المكانة العظيمة الذي يتألم الإمام لما وصل خبره إلى الإمام الصادق عليه السلام، يتألم الإمام الصادق عليه السلام لمقتل زيد وما جرى على زيد، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أما أنه كان مؤمنا وكان عالما وكان عارفا ولو ظفر لوفى. يعني عندنا اليوم الحفيد والجد
الجد والحسين عليه السلام والحفيد زيد شكل أسطورة. يعني زيد أصبح في الموروث العرفاني لدى الشيعة في ذلك الوقت، أو الرموز الشيعة في ذلك الوقت هو زيد. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم أمد هذه الشخصية بالأحاديث رحمه الله عمي، زيد لو ظفر ولا وفى. شنو معنى لو ظفر ولا وفى؟ هذه الكلمة معناه أن زيد لم يخرج طالبا لسلطان، أن ثورتين فقط مدحها الأئمة من الثورات التي قام بها أبناء البيت العلوي، ثورة زيد وثورة الحسين ابن علي صاحب فخ في أيام الإمام الكاظم. يعني ماذا قال الإمام رحمه الله عمي؟ لو ظفر لو وفى. هذه عبارة لو ظفر وفى ماذا تعني؟ تعني أن زيدا لو انتصر أو ظفر في حربه لأرجع الحق إلى نصابه، ولعرف أن الإمام المفترض الطاعة هو من؟ جعفر بن محمد الصادق. لو ظفر لو وفى، هذه عبارة جدا مهمة. يعني لم يقلها الإمام في ذلك، كانت هذه العبارة هي إعطاء مشروعية للثورة، وأن الذين قتلوا مع زيدا الإمام يعطيهم عطايا وجرات. ماذا تعني ذلك؟ ماذا تعني ذلك؟ الإمام مؤيد لهؤلاء، وهؤلاء شهداء، فلذلك كان على لزاما على الإمام أن يخرج لهم خرجا ويعطيهم من الأموال التي تصله من أتباعه. هذا الشهادة في حق زيد سلام الله عليه من الإمام المعصوم، وغيرها من الروايات الكثيرة في حق زيد سلام الله عليه. فنحن في هذا المكان الطاهر، في هذا المزار الطاهر لسيدي ومولاي زيد الشهيد سلام الله عليه، جاي نشاهد كثير من البراهين، جاي نشاهد كثير من الكرامات. وكما تعلمون أنه هذا المكان الطاهر، هذا المزار الطاهر، أنه مذكور في الروايات، أنه كثير من العلماء يذكرون زيد سلام الله عليه ويذكرون هذا المكان الطاهر لزيد سلام الله عليه. المسألة الأخرى التي نسجلها أيضا أن موت زيد والدراما الكبيرة أو الحالة الفانتازيا الكبيرة اللي فيها في قضية زيد جعلت منه رمزا للثائرين، واستذكرت به أحداث كربلاء. فإذا هذه الثورة يعني أعطت الصورة القاتمة للشخصية الأموية وللدولة الأموية، فلذلك كما قلنا قبل قليل عجلت بسقوطها. وكذلك أصبحت الزيدية نفوذ واسع، يعني منذ وفاة زيد بدأ الزيدية ينشطون في الكوفة، لذلك بدأ من سنة 21 إلى سنة 100 إلى وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، يعني إلى سنة 185، هذه يعني أعطت انعكاسات، واستغلها بعض الطامحين من أبناء زيد أو الذين هم من أتباع زيد أو على رأي زيد في الثورة على الظالمين أو الثورة على أو الطامحين للسلطة. فلذلك نجد أن المجتمع الكوفي بدأ يجنح نحو الثورة واتباع أي شخص ثائر من آل البيت في مسانده ضد البيت العباسي. بعد ذلك يعني عندنا ثورات حصلت، ثورة إبراهيم، ثورة محمد الزكية، ثورة الحسين صاحب فاخ، ثورة أبو السرايا، الكثير من الثورات. يعني عندنا احنا الآن كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني يذكر لنا هذه الروايات وهذه الأخبار التي نقلت عن زيد وعن ثورته وعن ما جرى مع أولاده ومع أتباعه. فسلام الله على زيد يوم بعث ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.